السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نديروا رياكشن على هذا الفيديو هذا، يعني غادي نشوفوا هذا الطائر البجعه، ها هو تشوفوه قدامنا. غادي يسرط هذه الحمامه هذه اللي انا طاح ليا العجب ان طائر البجعه غادي يسرط حمامه. ما كون قال لي شي واحد ما غاديش نطيق، ولكن ملي شفتها بعيني راه عجبا. انتما اللي جاتو غريبه، اللي اول مره يشوف هذه الحاله طبيعيه يقول علينا في الكومنتير. غادي نشوفوا معاه واش غادي يسرطها ولا غادي يطلقها. غادي نشاهدوا معاه حتى الاخر. كما تشوفوا معنا مشاوي ببطل الماء، ولكن خوتو ما خلاوش. كما تشاهدوا معنا غادي نشوفوا راه طائر البجعه. هاد الحاله اللي دار هي من انذر الحالات اللي غادي تشوفها ان طائر البجعه غادي ياكل طير واحد اخر. يعني معروف ان البجعه تتاكل غير الحوت، يعني السردير والمخلفات اللي تكون في الماء، يعني في البراك المائيه او في المحميات. كيف ما تشوفوا معنا الحمامه باقا تتقاوم، يعني واخا كاينه في الحويصله ديال البجعه، ولكن باقا تتقاوم محاوله منها ان تلوذ بالفرار. يعني بغات تهرب وتعيش الحياه ديالها، ولكن البجعه قالت لها انتي عشايه اليوم وتتحول انها تسرطها كما تشوفوا معنا. نسال الله العافيه. يعني هذا الوقت ما بقى تعجب فيها حتى حاجه، باقي تحاول مع البجعه، باقي تتحاول معها انها تسرطها. كيف ما تنشوفوا الاخوان راه باقي هذيك الحمامه تحاول انها تهرب، و البجعه تتحول العكس ديالها، يعني انها تسرطها. وبينما انك وصلتي لهذه البلاصه هذه، ماشي مشكل انك دير واحد سبسكرايب كومونتير ولا شي جيم، اي جيم، ودير شي تعليق مناسب ليا شي على هذا الرياكشن هذا، ولا هذا رياكشن على هذا الفيديو هذا. دير انت شي ملاحظه ولا شي حاجه من عندك. هادشي اللي كاين يا اخوان، وسمحوا لينا غبرنا لكم بزاف. يعني كيف ما تشاهدوا الاخوان، باقي البجعه تتحول انها تسرط الحمامة، باقي تحاول معها. الحمامة تقريبا راه توفات، يعني راه ماتت، ما تتحركش جناحها ما والو، يعني استسلمت للواقع. البجعة لا زالت مصرة على ابتلاء الحمامة، وكما تنعرفوا ان الريش ديال الحمامة ناشف، يعني هذاك الماء اللي جاي في سميتو في الحويصلة اللي تسالي البجعة على ابتلاء الاشياء، يعني يكون نشف بسبب ان الريش ديال الحمامة ناشف، يعني بحال جفاتو. البجعة كما تنشوفو راه ممسوقة الحال لا واحد، هي عقلها غير انها تسرط هذيك الحمامة. والغريب في الامر هذوك الناس اللي حداها، كون كنت انايا ما غاديش نصور صراحة، ما غاديش نصور وما غاديش نكون ردة الفعل ديالي هي انني نعتق ديك الحمامة، نظرا ان الحمامة ماشي هي الوجبة اللي تتاكلها البجعة، والبجعة ماشي شي طائر مفترس باش انا كتمنعو من الاصطياد، دا الغريزة ديالو. ولكن هذا طائر سمكي بحري. هادشي اللي كان الاخوان، وهنا راه تقريبا راه تحاول تسرطها، ولكن تجيها قاصحة شوية ناشفة ما فيهاش الماء، وما تتحاول ما تتبغيش تهبط ليها مع القرجوطة ديالها. وهنا راه دخلت الحمامة النص ديال القرجوطة ديال البجعة. شوف سبحان الله العظيم كيفاش تتعز راسها باش ان ديك الحمامة تهبط، تتفيبري باش ان هذيك الحمامه تهبط، وربما باش انها توكل ولدها ولا حيت داك اللي كاين بجنبها راه فرخ صغير، لكن الله اعلم. البقيه للاقوى. كيف ما تشوفوا معنا راه البجعه راه قامت بابتلاء هاد الحمامه، هي رجعت عاوتاني باش تخلطها بشويه الماء باش دير لها الدواز. هادشي اللي كاين الاخوان والاخوات، وصلنا لهذا الفيديو. نتمنى انكم تحطوا لي شي تعليق زوين ولا شي حاجه محفزه
عجبكم الوحشه هو انني ندير رياكشن بحال هكا مره قولوا عليا، عجبكم انني ندير فيديوهات كما كنت ندير قولوا عليا، اللي وصل لهنا خلي لي شي تعليق وقول لي شي حاجه نعرف انه وصل.